ما ادري لكن اقفوا ولا ادري وين تناحوا وقفوا عادلي فيهم طلابه بغت كبدي من فراقهم تنقسم قسمين وسمها الحزن وظروف الايام غلابه وجودي على ساعه لقى عاد احنا حيين وجودي عليه وبري حالي من غيابه يا صعب الفارق بين الاحباب والغالين خصوصا اليوم ان صرت واحد من احبابه فراق يجي من بعد عشرة ثمان سنين ولا فيه يوم يمرنا ما التقينا به تمر السنين ويمضي من العمر ثلثين وانا كل يوم يمر ما افكر الا به اقول اسكني باموت ويقول لي بعدين إلي نقفة صدوف الليالي بمشرابه طوير الوصل كسر جناحه وطار بزين وخدين المفارق جاك يومي بمشعابه غدت جي تحر من علي لين يوم الدين وغدت شوفته لو هي على الطائرة انهابه يقولون بعد القلب ما هو بعد العين وانا اقول بعد القلب والعين متشابه تراني نذيرك يا قتيل الهوى المسكين نصيحة مجرب مره الحزن وقفابه دخيلك تجنب قولة عادح من دين الايام عجله والعمر ما يضحى.